مشاهدينا برحب فيكم وبكل ليالي انضم لشاشتنا هلا. بعثت الاتحاد الاوروبي بلبنان بتنظم يوروبيان فيلم فيستيفال من 26 كانون الثاني ل 6 شباط، وكنا امبارح اكيد حكينا عن هالمهرجان ويلي اكيد كان برعايه وزير الثقافه. اليوم رح نحكي مع رواد صباغ احد المشاركين بهالمهرجان. اهلا وسهلا فيك رواد. اهلا فيك. يعطيك الف عافيه رواد. فيلمك هو all about a moment، هيك بتتذكره. هو فيلم التخرج تبعولك، شو قصة هالفيلم؟ اوكي، اول شيء من التايتل شوي هيك بتتذكرها، هي عن مراهق عمره 16 سنة اسمه فؤاد، عم يتذكر أول مرة عمل فيها علاقة جنسية. اوكي. اوكي. هذا المراهق شوي سبيشل، هو منه عايش بمدينة، هو بالعكس عايش بضيعة، وعنده شوية هيك طيبة قلب، عنده نايفتي إذا بدك، عنده سذاجة. وبيقطع بكذا مرحله عمريه بنقطع معه، وشو بيصير معه عاطفيا يعني. نعم. بهودي المراحل خلينا نشوف رواد بعد من مقاطع هالفيلم ونرجع منتابع الحديث. اكيد. لك اكثر من نص ساعه شي بيطوش، سلحت بلال اخزنة رمزه وقربت الفيلم. من بعد ما برم الفيلم على الشلة كلها وبرام، أخيرا وصل لعندك. نطرت لنهار الأحد بعد الغداء، أهلك رايحين يشربوا قهوة عند خيلتك ومصرين أنه تروح معهم. تحججت أنه عندك ماتش فوتبول. ماشي صوب التلفزيون، عم بتفكر إذا بتحط الفيلم أو لا، بس ما رفقاتك كلهم شافوه، معقول أنت لا؟ بتحطه بالآخر وبتوقف مرعوب إذا حدا بيفوت. رواد، يعني من خلال هالفيلم يمكن قطعت بكذا مرحله من انت وصغير لحتى كبرت، ليه اخترت هالطريقه بالذات لحتى توصل فكرتك؟ اول شيء تطلعت فكره الفيلم وتقررت اكتبه بهيدي، طلعت من الفكره وطلعت من فكره بتضايقني اول شيء، انه ليش ممنوع نحكي عن هذا الموضوع وخاصه بمجتمعنا. حبيت كنت اسمع كثير اخبار من ناس اكبر منا، من جيل اكبر منا، وخاصه بالفتره اللي بنقطع فيها نحن جيل التسعينات او حيالله جيل بيقطع بهالفتره يعني. فصرت جمع هود الاخبار وكل واحد عن اكسبيرينس طلعت وبدي احطهم ب لكاركتير لشخص. أوكي. فقررت اخلق هيدا الشخصيه اللي هو فؤاد وحطه بهكذا بكذا. نعم. مرحله يعني استندت هون على مواقف حقيقيه، يعني انت سمعت يمكن من ستك، يمكن من حدا من الضيعة، حدا من شيء، جمعت من هون ومن هون ومن هون لا صورت هذا الفيلم. مزبوط. يعني اول شيء هي كل الافكار خاصه كانت من جيلنا، يعني من عالم تسمعي اكبر منا شوي، وخاصه لانه الفيلم مثل ما قطع هذا البارت في تيب، في الفيديو تيب اللي هو ايام التسعينات والفي اتش اس وهيك. نعم. وكيف عم يتداولوا كانوا الفيلم. ف كانت من هاي الانطلاقه انه ايه كان في افكار عم تتاخذ من محلات معينه، واكيد في اشياء كثير انه في ديتيلز معينه في كثير شيء عم بتكون عم بتنزاد. قد ايه مدته للفيلم؟ فيلم مدته بين 11 دقيقه مثل ما بعتقد. 11 دقيقه وراح ينعرض هلا بالفيلم بالمهرجان الاوروبي. طبعا رح نحكي عنه ومشاركتك ايضا بهالمهرجان، ولكن قبل وين صورته، باي ضيعه، وقد ايه مده التصوير اخذ معكم؟ يعني كيف كانت هالفتره؟ هلا اول شيء بدي احيي كل الاكيب اللي اشتغل عليه، من حتى من الاساتذه اللي تابعوني، لانه اخذ كثير شغل، وخاصه كنت عم بشتغل بمراحل عمريه دقيقه شوي، يعني كان عندي اولاد من 5 سنين 6 سنين. ايه في صعوبه. بعدين عندي 8 سنين 10 سنين، وبعدين عندي 15 16 سنه. فكانت فتره اولاد صورتها صراحه بضيعتي، لانه بتعرفي يعني نحن تلاميذ بنكون طالعين ما كثير يمكن في بادجت، ف بهيدا المحل بنكون يعني رحت للتشويس الضيعتي، لانه حسيت انه لازم اشوف فيها في محلات هيك بقدر اصور فيها، وانا مثل ما كتبت السيناريو يعني. نعم. وهيك صارت. يلا ان شاء الله تتوفق يا رب. ميرسي.
موفق رواد. نحن بنعرف كمان انه الجائزة هي ما كانت جائزة مادية، وانما هي ايضا تشارك بمهرجانات بالمهرجانات العالمية. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله تفوز. مرسي كثير، شكرا لك. مرسي لانه صدفتوني. شكرا لك.